اللهم يسعدني ويشرفني باش نتقابلوا معكم مره اخرى وفي حلقه جديده من برنامجكم على قناه سي بي سي بنا. رحبوا بكم مره اخرى ونتمنوا اننا نفيدكم وتاخذوا من عندنا نصايح وصفه بنينه. اليوم غادي نديروا حاجه جديده وبنينه بزاف. انا واحده من الناس تعجبني الخضره تشيخ. غنديروا اليوم الكالمار معمر. الكالمار معمر ديما كنديروه بالروز، احنا اليوم غنديروه بالبرغل. غادي نستحقوا، انا خديت اربعه ديال الحبات ديال الكالمار، كل واحد واش يقدر ياخذ لخاطر مش محسوب بالواحد، يقدر ياخذ على حساب العائله ديالو. انا خديت اربع حبات ديال الكالمار مغسولين بطبيعه ومحيد المكريوس. خديت 200 غرام ديال 200 غرام ديال البرغل، نفخته شويه ديال المعدنوس، شويه ديال الثومه، مطيشه وبصله، شويه ديال الكرفس، ورقه سيدنا موسى. باش نبداو لبركه الله كما العاده نحطوها تسخن شويه باش نديرو فيها الصلصه ديالنا الطيب. باش ناخذ شويه ديال الزيت، الكميه اللي غادي تطيب لنا كل واحد واش غادي يدير، كاين اللي غادي يدير بزاف، كاين اللي غادي يدير شويه، احنا ديما نديرو الحل الوسط. ناخذ البصله المطيشه، البصله انا غادي ندير كان نص على خاطر الكميه اللي عندي قليله. غناخذ نص بصله نقصها رقيقه بزاف باش تذوب لنا في ساعه في ملي نبداو نقليو فيها. نحطوها تتقلى، انا مش باش نستعملها كامله الخضر، جاتني كثيره على حساب الكميه ديال الحوت اللي انا عندي. ديرها هكايا. وغادي ناخذ مطيشه، نختاروا مطيشه تكون حمره اللون وتكون طايبه باش ما تجيناش حامضه، خاطر المطيشه الا كانت ناقصه ماهيش طايبه مشريه راهي تجي حامضه بزاف في الماكله. نقطعوها بالزريعه ديالنا ما يسالش، خاطر هي باش ندير لنا باش دير لنا الصوص فاش غانا نسيبوا الكالمار ديالنا كيما هكا، حتى بالجلوف ديالها ما يسالش خاطر يطيبوا بعد ما يبقاوش يظهروا. نقصوها صغيره بزاف كيما تشوفوا هكايا. انا على خاطر الكميه اللي عندي قليله درت مطيشه وحده، اما اللي كان باش غدير بزاف راك بالطبيعه تاخذ المطيشه اللي تكفيك الكونتيتي اللي شريتي ديال الكالمار. والكالمار ديما تتركش على الكيلو، ديما تاخذ بالكعبه قداش حاجتك بالحبه قداش من واحد في العائله. غادي نسيبها طيب، غادي نحط فيها جوج ولا ثلاثه سنينات ديول ثومه، غادي نربيهم كما قلت لي بغا يدق في المهراز يدق، اللي ما عندوش بلاصه ولا ما عندوش مهراز نحكوهم على البلاصه الرقيقه. انا درت ثلاثه ديال الدريسه ديال الثومه وكل واحد واش يقدر يدير بزاف ولا شويه. نقص عليها العافيه باش تقلى لي البصله مزيان. وغادي ناخذ كما قلت في حلقات سابقين، انا نبغي بزاف الكرافس في الحوت، يعجبني يسيب مطعم زوين، ما نقطعوش نسيبوه يسيب كالمطعم ومن بعد نحيدوه. ثلاثة ديال الكريشات يكفيو. انا جاني الزيت قليل باش نزيد شويه ديال الزيت باش يعطيني الضرميره ويطيب لي الخضره اللي عندي. نخليها تقلى في عقل عقلها بشكل البصله مطيشه يدوبوا، ما حشتناش بهم صحا حشتنا بهم عاطينا كيف الصوص. اما هي المطيشه والبصله دركا باش نديرو الحشو ديال الكالمار ديالنا. باش ناخذ زلافه كبيره كيما هكا، غادي ندير فيها نص الكميه ديال البرغل اللي انا خليته بيت ليله كامله في الماء باش يطيب لي مزيان وما ياخذش برشا وقت وما يجينيش ناشف. على حساب الكالمرات اللي عندي تصور هكا يكفي. غادي نزيد عليه شويه ديال معدنوس، هنا راه كاين المعدنوس وكاين القزبر، انا حطيت شويه شويه باش هكايا. غادي نزيد عليه بطبيعه نحضروا في الحشو ونتفقدوا الصوص ديالنا اللي هي قاعده. نزيد عليه جوج دريسات ديال الثومه، هذا اللي غادي نديروه في الكالمار من الداخل. نقدروا نديروا الروز، اما انا نفضلها هكايا لخاطر بالبرغل يجي اخف
وأذن ما يقلقش ويتهضم في ساعة. غادي نزيد شوية ديال البرغل باش يكفيني للكمية اللي عندي. كيف كيف غادي نزيد شوية ديال المعدنوس باش يجي كامل. غادي ندير شوية ديال الملحة هنا، وديما نراعيو في الملحة ما نديروش بزاف. غادي ندير شوية ديال السكينجبير، شوية ديال خرقو مرق، غادي نديرو شوية ديال الكمون. الكمون اللي قلنا الحوت كامل راه يترافق معاه الكمون، يشكر بزاف الكمون، بلاش كمون راه ما يجيش بنين. غندير شويه ديال التحميره حاره وشويه ديال التحميره حلوه، حسب الاختيار. اللي بغى يديرها حاره حاره بزاف يدير، اللي بغى ما ياكلش الحار يقدر ما يديرش الحاره. الحمراء كنديروها على اللون وصافي، اللون على المطعم حتى هي بنينه. انا ندير شويه شويه هكا وشويه هكا. هذيك اللي عملتها الاولى حلوه، وهذه حاره مانيش باش نحط بزاف، جوست باش تعطيني مطعم بنين وصافي. هكايا نقليوها. المطيشه ملي كنقليوها بلاش ما كتذوب، ما كتقلقنيش. شفتوا كيفاش كتذوب؟ ما كتبقاش طروف طروف، كتجي صوص. لازمنا نقصوا عليها العافيه، نخليوها تتقلى مزيان، تطلع منها ريحه بنينه، ومطيشه كتذوب تعطينا صوص عاقده كيما حنا بغيناها. خليها هكايا. هنا اش غادي نزيد؟ غادي نزيد شويه ديال الزيت نباتي في الحشو هذايا باش يجيني بنين. راهو يجي خفيف بزاف ويجي بنين. البرغل خير من الرز، انا وحده من الناس نفضل البرغل على الرز في الحشو. نقدروا حتى ما نديروا مثلا خضره معمره ولا شي حاجه، نقدروا في بلاصه الرز نديروا البرغل لخاطر يجي اخف. ابدا غندير شويه ديال الماء، سخون ولا بارد ما يهمش، ما يقلقش. شويه بزاف مش بزاف، حكايه نص كيس. نغطيوها ونخليوها تطيب. في الوقت هذايا نخلط الحشو ديالي مزيان باش يدخل في بعضياته كيما هكا كيما قاعدين تشوفوا. نقدروا الا كانوا عندنا هاك اللودينات ديال الكالامار ولا شي حاجه ديال الحوت زايده، ولا شويه ديال الكروفيت عندنا في الدار بقى زايد، نقدروا نديروه في الحشو هذايا. اللي ما عندوش يديروا طبيعي. شدوا الكالامار ديالنا نحلوه كيما هكا، نحاولوا ما نحشيوش بزاف باش ما يتفرقعش، خاطر يقدر يتنفخ ويتفرقع. حنا نديروه باش ما يتفرقعش، نحاولوا نعمروه كامل. هاني قلت لكم الحشو راه حسب الاختيار، عندك شويه ديال الكروفيت فضل، عندك الودنين ديال الكالامار اللي ناخذوه معاهم ساعات البائع يعطيهم لك، هذوكم تقدر تستعملهم. نعملو هكا ونحطوه على جنب، ما نعمروش بزاف باش ما يتفرقعش. قطعوها ونسيبوها في الصلصه. هكايا كما قاعدين نشوفوا ساهل وبسيط. كاين بزاف تاع الناس يقولك غادي ندير الكالامار راه شد لي الوقت وراه شد لي هكا، راه ما شدش حتى شي وقت. جوست الواحد يعرف كيفاش يشكوش يكون عنده في الكوزينه ديالو، راه يقدر يديرو ماكله خفيفه وسهله وفي ما يطيب. كاينه حتى شلاده كدار بالبلغور كتجي بنينه بزاف. تو في حلقات قديمه ان شاء الله نقدروا نديروها تجي بنينه بزاف وخفيفه. شلاده بالبرغل، ايوا نعرفوا البرغل كنطيبوا به الاكثريه، كنطيبوا به في المغرب، كنطيبوا به الهرقمه والى الكرعين ديال البقري معروفين. اما هو اللي راه يجي بزاف ديال الحوايج، نقدروا نديروه حتى سلاده كما قلت لكم. انا هادو هي، انا هادي الرابعه مانيش باش نعمرها على خاطرها مقطعه من الجنب، يعني اللي تقدر تخرج لي الحشو وتهلك لي الدنيا. دونك مانيش باش نديرها، باش نقطع طريفات ونصيبها في الصوص. نقص شويه العافيه، العافيه زعما تكون مهيله على اي حاجه غادي نطيبوها تش تتقلى. تو نقصوا عليها العافيه، غادي شد العواد ديال السنين تصور يكونوا موجودين، واللي ما عندوش عواد ديال السنين موجودين يقدر يخيط بالبرا والخيط. احنا عندنا العواد ديال السنين، غادي نشد عود ديال السنين لي كيردون اللي هما متوفرين، نديرو هكا ونرجع كيني كنخيط. انا مانيش كنخيط هكا،
باش الكلامار ديالي يتحلش وما يخرجش لي منه الحشو، يبداو فارغين تحسهم امام لي طيبوا راه ماشي يتنفخوا خاطر البرغل ناقص طياب، اما لازم يتنفخ بالقبل باش يطيب النفيسه. ما يبقاش قاصد يديروا هكا كيما قلت لكم، ليه ما توفروش عنده العود وهو يدير في الوصفه هذه؟ راه يقدر يستعمل البرغل الخيط في الدار، بطبيعه البرغل الخيط متوفرين عند الناس الكل. هكايا ديروا هكا على ها هي شيء ما فيها دواء، انا باش نغسل يديا. انا دركا غندير واحد الشلاده ترافق الوصفه هذه بالروز، كما قلت لكم اللي تقدر ديرها بالبرغل كيف كيف، اما انا حضرت لها روز غنديرها بروز. كما تشوفوا الصوص ديالنا ها هي قاعده تطيب، باش نزيد فيها شويه ديال الماء جاد اللي يغطي لي الكالامار، حكيت كاس ديالتي ولا بالعين هكا الواحد اللي منول في طيف راه بالعين، باش نشد الكالامار باش نتقبو باش ملي يدخل فيه النفس ما يتفرقعش. نقبو مزيان كما قاعدين نشوفوا من الجناب كاملين، نحطو في الطنجره ديالي نقبات صغيورين بالراس ديال الموس ديالنا، يبدا الراس هكا رقيق، نعملو له جوج تقيبات ولا ثلاثه باش الصوص ياخذ المطعم في بعضياته. نحطو هكايا كيف كيف الاخرى، ونحاولوا ما نديرهمش مقطعين على خاطر كانت مقطعه تهلك الدنيا ويخرج منها الحشو. كما تشوفوا انا استحفظت بوحده على خاطر مقطعه من الجنب كما تشوفوا هكا، ما نقدرش نحشيها دونك باش نعمل لها هكا، ما نضيعوهاش ما نلوحوهاش، نعملوا لها هكا نقصوها طريفات صغار هكايا ونسيبوها تجي حاجه بنينه زاده على. والا كان فقنا بها وحنا مازلنا ما درناش الحشو نقدروا نقطعوها ونديروها في الحشو من الداخل، مادام ما فقناش باب من قبل ما نضيعوهاش، نديروا لها هكا باش نغطيها ونخليها ندير لها هكا باش كل الصوص طلع من الفوق هلا. خليها تنضج على نار هاديه شويه باش ياخذ الوقت ديالو في الطيب. مع هذه قلنا غنديروا شلاطه ديال الخضره، شلاطه خضراء، درت شويه ديال الرز مسلوق، شويه ديال الجلبانه مسلوقه، درت شويه ديال الخيزو رابي، شويه ديال اللوبيا قطعتها طريفات مسلوقه، وشويه ديال الزيتون خضر وزيتون كحل مقطعين، شويه ديال مطيشه محيط للقلب ديالها وقطعتها طريفات، شويه ديال المايس، شويه ديال الطن، وشويه ديال المايونيز، شويه ديال الفلفل الخضر مقطع. على بركه الله باش نبداو نحضروا في الشلايده ديالنا اللي هي تجي خفيفه وترافق الماكله هذه، لا خاطر هذه مدسمه فيها الخضره كيهزوا بعضياتهم يجيو ساهلين. باش نديروا الرز كما قلت لكم مسلوق، غادي نزيدوا عليه شويه ديال الجلبانه مسلوقه. الجلبانه وقتها ماذا بينا نستغلوها في بزاف ديال الحاجات، شلايض وماكله من حدها وقتها دركا مازالت فريشكه. ناخذ شويه ديال خيزو، انا فضلت نديرو خضر باش هكا اصح خير ما يبقى مسلوق، خاطر بزاف ديال الناس كيديروا مسلوق، انا فضلت نديرو خضر هكا تعطينا الوان وتعطينا ميلونج بنينه. ديروا شويه ديال المطيشه كيما ديما المطيشه نختاروها للسلاده، نختاروها طايبه ونختاروها حمراء باش ما تجيناش حامضه، نحيدوا لك الزريعه ونحيدوا لك القلب ديالها ونقطعوا كان جلده تبدا عريضه. شويه ديال الضريه اللي هي المايس، اللي ما عندوش حاجه ناقصه ما يلزمش راسه باش يديرها. شويه ديال الفلفله مقطعه خضراء، نحاولوا نديروا شويه ديال الخضار هكا خضرين باش هكا نستافدوا من البنه ديالهم والفيتامينات ديالهم. اكثر اللي عنده الدراري ما كياكلوش الخضره بزاف. شويه ديال اللوبيا خضراء مقطعه صغيره باش هكا يجيونا كيف كيف، شويه ديال الزيتون خضر وكحل مقطعين، وانا كل شيء مع بعضياته. باش نديروا شويه ديال باش ندير شويه ديال شيشه ديال المادنوس صغيره هلا. انا عندي هنا كميه ديال الطن ديال بواطه صغيره، انا غندير النص ونخلي النص للتزيين، النص باش نخلطه مع الحشو والنص نخليه للتزيين. الا كان بزيت زيتونه نحطوه بالزيت ديالو، معليش ما يقلقش، باش هكا تجينا راويه والمطع البنه ديال الطن تعطينا في الشلاده كامله. دونك نوليو نستعملوها كامله، هذا باش نخلي نزين به باش نحط
شويه ديال زيت العود، خاطر عاملين الزيت ديال الطن دونك الراعي، ونحطو كان شويه ديال زيت العود باش ما تجيناش قويه بزاف ومسيته تقلقنا اكثر، اللي باش ياكلها في الليل دونك ما يخفف شويه الزيت. باش ندير مغرفه عويشقه صغيره، باش ندير جوج ديال الخل ديال التفاح، واللي ما عندوش الخل يعوضوا بالحامض، اللي ما عندوش بجوج هذيك مشكله اخرى. هكايا باش ناخذ المايونيز بالعشقيه بيدها ما يسالش. هذه المايونيز بطبيعة موجوده متوفره، واللي بغى يديرها راهي سهله ما فيها حتى شي حاجه. خلطوا باش ندير شويه ديال البزار باش ندير شويه ديال الملح. الملح ديما الراعي، ولا الطن مالح والمايس مالح، نحطوا شويه ديال الملح، والمايونيز فيها الملحه نحطوا شويه، واللي ما بغاش يدير يزيد في التفصيل ديالو فهو ياكل على الطاوله. نحطوا هكايا نخلطوها، وحنا نقضيو نرجعوا نتفقدوا الطنجره ديالنا وين وصل السلك الامار واش داير. عاقل وكيطيب اموره 5 5. نقصوا عليه العافيه ونخليوه يطيب، لخانت كانت العافيه قويه ينجم يقدر يطردق والحشو ديالو كامل يخرج، دونك حنا منقصين عليه العافيه على نار هاديه يطيب في عقل عقله. هاكا تجي زوينه وفيها بزاف ديال الحوايج. هاكا هي هلا هاكا نتوما، وحنا باش ناخذوا منكم فاصل صغير ونرجعوا لكم ما تغيبوش. سيداتي وسادتي مرحبا بكم، رجعنا من بعد الفصل القصير اللي خديناه. كما تشوفوا الكالامار ديالنا هاو كطاب، بسم الله شرب المريقه ديالو كامله. غادي نحيد انا العويدات ديالي، نحيد الكالامار باش نقدر نقطعو الكالامار. مثلا نقدروا نقدموا معاه مثلا عفوا الرز بيض ولا بطاطا مقليه ولا اي حاجه تقدر تقدموها معاه، اللي بغى يدير معاه حاجه زايده هو يمشي مع الاكثريه. الكالامار يبغي الرز. انا حيدتهم هكايا، نخلي شويه الصوص ديالنا تشرب باش ما يجيناش فيها بزاف ديال الماء، خليهم يبردوا باش نقدر نقطعهم. دركا باش ندير السلطه اللي حضرناها معاه، كيما شفتوا قبل ما نخرجوا الفاصل درنا فيها كل شيء، وانا هنا درت بيضه مسلوقه باش ناخذ زلافه كيما هكا، غادي نعمر فيها ديروا زلافه كبيره ولا زلافه صغيره ولا ما يقلقش، واللي بغى يدير طبسيل كبير يدير فيه بزاف ديال الزليفات صغار هكا يكبهم ما كاين حتى شي مشكل، حسب الكميه اللي عنده حسب الاختيار. هكا يجي منظرها جميل. بالطبيعه ما نغفلوش على الصوص ديالنا اللي قاعده تشرب، نحيد هذه من قدامي ننزلوا عليها كيما هكا بالعشق باش تشد راسها مزيان هكا، فيها الخضره كامله. دونك وجبه متكامله ندور مع الكالامار عشاء ولا غدا هايل. كيما شفتوا هكا ننزلوا عليها مزيان مزيان، ندكوها باش ما نقلبوها ما تتحللناش. نهبطوا شويه هذا، نحاولوا نرصوها انا هادي غنطفي عليها صافي، راهي حضرت كيما تشوفوا هكا الصوص ديالي تجي. نغطيها باش تبقى لي سخونه، شط طبصيل. الا كانوا زليفات صغار راهم يخرجوا وحدهم، اما الا كانت كبيره يلزمك تعمل بلازا هكا باش تخرج لك كامله. هالا اوبلا، نحيدو هادي نحيدو هادي. الشلاطه غادي نقطع رقيقه خير ما نحطوها هكا كبيره بزاف كيما مالفين، نبدلو شويه باش هكا ما نبرم هكايا. نقطع
نقطعوها رقيقه. نقطعها رقيقه، واللي بغى يحط مدوره كيما مالفين وريقات وريقات ما يقلقش، اما المفيد انا نوريكم انتما احرار على هكايا. غادي نديروها كيما العش، كيما قلنا درنا شلاطه ديالنا قصينا رقيقه مش كيما مالفين كنديروها قريط. انا خديت هنا مطيشه هكا اللوان راهم يشهيو للماكله، هذاك علاش احنا كنحاولوا نديروا بزاف ديال اللوان هكا. باش نحيد القلب ديالها، هذه الطماطم السوريزه هذه كتجي بنينه بزاف في الشلاطه حيت انها صغيره وفيها مطعم بنين. انا خديت كما قلت لكم بيضه مسلوقه، اللي بغى ياكل البيض يديرو، اللي ما بغاش ما يديروش. اما هو اللي ما داير شي حاجه ديال اللحم ولا ديال الدجاج معاها يقدر يدير بيضه على خاطر تعوض الحاجه اللي ما هيش موجوده. واحد باش يدير شلاطه حاجه خفيفه يدير معاها بيضه، دونك نعوض اللحم ولا الدجاج. نقسموها على اربعه هكايا، نحاولوا نحطوا هكايا الصفر ديالها، نحاولوا نحطوا هكا، نحاولوا نحطوا هكايا. بعد غادي ندير شويه ديال الطن اللي بقى، كما قلت لكم خليت انا شويه ديال الطن اللي بقى نديروه من الفوق، اللي نحطوه هكايا في الجنيبات. شلاده تولي تتاكل فيها مطعم ديال الطن، الاكثريه الدراري صغار ما نقولكمش، فما يمكنش صغير في الدنيا ما يبغيش الطن. باش ناخذ شويه ديال المايونيز نحطوه من الفوق، واللي بغى ياكل كياكل مايونيز بزاف يقدر يحط زلافه في الطاوله ويزيد في الطبسيل ديالو، اللي بغى يحيد على جنب ما ياكلش يحيدها هو حر. اللي ما فيش المايونيز ديروا له شويه ديال الزيت، ديما نقول خويط ديال الزيت يجي بنين في السلاده ويعطيها مطعم يعطيها بنه. زيت زيتون في السلاده لا يعلى عليه. هذه هي الشلايطه ديالنا حاضره، دركا باش ندوزو الكالمار ناخذو طبسيل، ناخذ موس يكون ماضي باش نحيد لوك العويدات اللي سديتو بهم. كما قلت لكم من قبل اللي ما عندوش العويد هادو ما يقدر يخيط بالبرو الخيط، واللي عنده هادو ما يستعملهم اسهل من الاحسن، هما زادا كيتحكموا. باش نشدو هكا ونحاولوا نقطعوه دوائر صغيره، واللي ما بغاش يقطعو ما يقطعوش، اما هو هكا يجي ساهل في التربيه وفي الماكله. نحيدو هذا باش يوقف هنا الراس اللي زايد، نحطوهم متساويين مع بعضهم هكايا، وناخدو الكالمار صغير باش كيما يطيبلناش يطيبلنا فيسع، ما ناخدوش الكبير بزاف خاطر يهزلنا بزاف ديال الوقت. هذايا طري تبارك الله فيسع ما طاب، خاطرهم صغيرين احنا بالعاني خديناهم صغار باش يطيبولنا بسهولة تامة. الكوزينه راهي افكارها ما تتحدش، الواحد قد ما هو بارك قد ما هو يخمم في حاجه اللي تقدر تطلع جديده. اما هي هكا بالبرغل انا ديجا جربتها، والله جربتها قداش من مره وناهو وصفه ناجحه وبنينه وخفيفه، مش كيما الروز روز ساعات ينفخ ساعات يقلق ساعات، البرغل لا يبدا طيب مزيان ما عندوش حتى شي تاثير على الواحد. الأكثرية اللي عنده المصارن يقلقوه ولا شي حاجه يدير البرغل، راهو بنين وخفيف. هذايا طريف ما نضيعو منو حتى شي حاجه، نحطوهم هكايا. باش ناخذ الصوص كيما قلنا قبل، لقينا واحد الوحيده ديال الكالمار لقيناها مقطعه ما عمرناهاش، رميناها في الصوص. بسم الله نقلبو شويه باش ما نقطروش في الميده ولا البلاصه اللي كنشتغلوا عليها. نحطو الصوص ديالنا هكا فيك الطريفات عطاوها بنه وتغميره. هلا هاو نسقى
نقيوهم هكايا باش ياخذوا المطعم ديال المطيشه وديال الصوص اللي حنا طيبناها. فرقه سيدنا موسى، واللي بغى يدير الروز يقدر ما يحطش الصوص فوق الكلامار، يخليها في زلافه وحده ويدير الروز مسلوق كان في الماء ويحط في الصحن ديالو ويخلط فيه الصوص هذه وياكلها. ياسر بنينه 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 بزاف. تقدر تخلي الكلامر على جهه وتحط لها الروز وياكلها الواحد بالروز، تجي بنينه بزاف مخلطه مع الروز بيض، يولي غارنيتور مع الكلامر ديالنا اللي حنا درناه. نحيدو هادي علينا، منظر حلو على الصحن اللي حنا الطبسيل اللي حنا قدمناه اللي هو الكرافسي، سايب ريحه بنينه مع الحوت. انا اليوم فضلت باش نعمل كرافس، ديما كنعملو المعدنوس، اليوم باش نقصرو القاعده نعملو كرافس. ان شاء الله الفكره ديالي تكون عجبتكم ونالت ارضاكم، انا عطيتكم فكره وتاكلوا بالصحه والراحه. ان شاء الله تقابلوا في حلقه مقبله ان شاء الله. الى اللقاء، وشهية طيبه للجميع.